أهلا وسهلا. سألوني إذا يلا جاهزين، أهلا وسهلا، كلنا جاهزين. بتشوفوا الأخبار بتتعجبوا، ما بعرف، أنا بتعجب لما بشوف كيف كل الرؤساء والمسؤولين بيتفقوا على الجناز، بيقعدوا حد بعضه وبيختلفوا على الجهاز. الجهاز الأمني مع مين بده يكون، بس الجناز والدفن كلهم بيقعدوا حد الكفن. إن شاء الله نتفق على الجهاز وعلى الجناز وعلى الأمن ونكون قاعدين ومتفقين. أي متى بدها تصير؟ من بعد ما يرحل الضمير، لأنه اللي موجود بهالأمة العربية منه ضمير، وسامحوني سلف ورح خبركم. رحت على سوريا عبيت الحق، ما بتسد ولا ما استوصال. شابين تركوا أهليهم مثل بودا وجوفيندا ومشيوا. واحد اسمه علاء طلع من الشام، وبهاء من طرطوس، وضلوا ماشيين ووصلوا على منطقة اسمها كسب. وبكسب أخذوا بيت، لقيتوا هالبيت، هيدي كسب على حدود تركيا، جبل موسى. شوف كل الأرض جميلة، كل بلاد الشام. أخذوا بيت ومميز، دهنوا أخضر من برا ومن جوا ما في فرش. اختاروا هالفقر، هذا البيت تحت هني خمس أشخاص، علاء منه هون، بهاء وزينة ونجوى وهادي. ورحنا على مطعم اسمه السمرة، ما بقدر لكم، ساروا وأمه وأخته والحفيد. والأكل ساروا بيقعد 20 دقيقة تحت المي من البحر، بيجيب السمكة، ما بيطعمينا لحم هيك، هو ما بيأكل، هو نباتي، بس الأكل من شغل إيديهم. هيدا مطعم بسيط وصحي ولطيف كتير، منيح إنه العرب كلكم بتروحوا بالصيف على هالمنطقة السمرة وكسب. شو بيعملوا ببيت الحق؟ هيدا أبو لحية هلأ منسميه، لأنه مشغولين هني، عمروا البيت، طرشوا ودهنوا كل أوضة لون، وعملوا الخزانات وفرشاتهم على الأرض. يعني إن شاء الله يكون هالفقر يلي في غنى، يعني استغنوا لأنه شافوا الجوهرة وعم بيعشوها الحجرة واحد. الجيران ما رح يتركوه، ما رح يموتوا من الجوع، أنا أكيد بدهم يلتفوا حواليهم. إذا الشمعة صادقة بيجوا لعند الفراشة، وبيجي البرغش، وبتجي الدبانة، وكلهم بيحوموا مثل ما شفنا على أيام الحرب. الجراد إجا وهلأ في دودة رح تقش البلد. من أعمالنا الفساد منه بالأرض، الفساد بالعباد. سو بدنا ناس تفتح بيت حق بكل بلد. بيت الحق هو بيت يا أيتها النفس المطمئنة، بس كل واحد منا عم بيموت كل لحظة. كيف بدنا نموت؟ نموت أو موت؟ مثل ما عم نقدر نعيش، إذا بنعرف نموت بنكون عم نعرف نعيش. في دورة قريبة كتير تلفنوا على بيت الحق الشهر القادم 14-15-16-17، هيدا بيت الحق صار فيه تليفون وفي كمبيوتر وفرشات وأكل. وزينة عندها كل المأكولات يلي موجودة ببيت السلام، تاخد من عنا، ما بقى لي سقى بأي منتجات إلا منتجات بيت السلام ومريم نور. فإذا في برنامج رح يكون قريبا، سجلوا، ورح نعمل دورة بالمريدين باللدقية. هالدورة ما رح يكون فيها جسد، كلنا بنعرف شو بدنا ناكل، بلشوا من هلأ صوموا وقعدوا بلا عشاء وشيلوا المواد الحيوانية، الألبان والأجبان، السكاكر، ما تاكلوا فواكه إلا من هالفاكهة، كل يوم قطعة قطعتين. هيدي بتطلع بالسمرة، ما بيرشوا، مش من باب الذكاء والفهم، هلأ من باب الفقر، وإن شاء الله نضل فقراء بصدقنا وبأخلاقنا. هلأ عم بيعرفوا شو بيصير بالرش وبالغش وحياة الدش.
أنا بشكر رئيس بشار الأسد، راح أبو أولاده على هالمطعم. طبعا سألوا شو فينا نعمل، قال لهم ما زال الحكومة هلا ما شايفتكم اعملوا اللي بدكم إياه، المهم تحافظوا على البيئة. اللي بيقول حافظوا على البيئة يعني هو ابن البيئة، يعني هو ابن الأرض، يعني كل واحد منا بشار الأسد، كل واحد أمين لحود، كل واحد أنا خليفة الله، أنا المسؤولة عن كل جراد وعن كل دودة وعن كل فساد. مين الحكومة؟ ما بقدر لكم شو بنهار لما بسمع أخبار النيو تي في، لأنه حقيقة. وليش بيحطوا هالأخبار؟ الناس بتحكي وبسمع هالوزراء شو بيحكوا. امبارح في وزير كان صادق لأنه فايلي لليوم، قال كل دقيقة عم ندفع 250,000 دولار، مدري كل ساعة، كل ساعة فائدة عم ندفع فايز. تصوروا خاصة بالإسلام شو هي الفوائد، فساد. الحق على الحكومة، مين الحكومة؟ أنت وأنا. دايما منلوم الحكومة، منلوم الوزارة. مين هي الوزارة؟ هيدي مش شغلتي، هيدي شغلة الوزارة. مين هي الوزارة؟ بس فكر، مين الشعب؟ شو يعني إنسانية؟ شو يعني وطن؟ إذا أنت وأنا ما بدنا نتغير، مين اللي بده يتغير؟ مين الضمير؟ إذا مش الآن، أي متى؟ بكرة؟ امبارح؟ ناو، هلا. ما في إلا الآن ستكون معي. نرجع إلى الأنبياء ونترك الأغبياء، كل واحد يصلح نفسه بتصلح المدينة. ما تتكل ولا رجل دين ولا رجل علم ولا رجل سياسي، هيدا إنسان مثلي ومثلك غلطان، ما حدا إلا غلطان. أنا الخاطئ، شو عم بعمل بهالجسد بالأول؟ هالأمانة الصغيرة يلي كبيرة كتير شو عملت فيها؟ طالما أهنت جسدي بهالأمانة الصغيرة، أخذ مني الأمانة الكبيرة، ما بقى شي في الله، البترول وعبد الله. ولها السبب الفساد الكبير العظيم اليوم بأمة البترول، أمة العرب. وبعدني بقول وبعتب عليكم أغنياء أسرياء العرب. خي الوليد بن طلال، أنت أصل من أمك وأبوك، ما في محطة بلا انحطاط. ما فكرت؟ لأنه الحق علي، ما حدا بيطالب، أنا بطالبك أنت. من كم يوم طلبت الأخ بندر بن سلطان، الأميرة هيفا، أمراء أنتم بما أمركم الله. قصور قصور قصور، ما بناتنا عم بتقصر لأنه أنتم عم تعمروا قصور وبتحطوا أسوار، وبناتنا بتفوت بالأسرار. شوفوا شو عم بصير، شوفوا حيطاننا. ساعتين باليوم بهالمحطات العربية لله وللرسول، و22 ساعة للبترول والدولار. ما في حتى محطات اللي بتعلم، ومحطات اللي بتعلم دين فيها فساد. أتحدى، برفع إيدي وبتحدى وبقول، كان في مؤتمر من كم يوم بأمريكا، عنوان المؤتمر لماذا قال الحبيب، بالإنجليزي طبعا، لو سار فاطمة سرقت لقطعت يدها. ولا عربي ولا مسلم ولا عالم ممنوعي، كله ممنوعين يفوتوا. بالاخر فتحوا مجال، ما عرفوا، عرف الالماني والامريكاني واليهودي. ليش؟ ليش مريم نور اخذت 80% من المعلومات؟ منين جبتون؟ من كون؟ ليه ما عندنا هالعلم؟ كيف بتتركوا برا الغرب ياخذوا ديننا؟ طبعا رح يجي من الشرق، قال الحبيب، ستظهر وتشرق الشمس المعرفة من الغرب. هونيك أمة محمد، إسلام بلا مسلمين، هون مسلمين بلا إسلام، لأنه ما عندنا ولا محطة. 42 محطة بس بتكساس بتحكي هالعلوم، بس بولاية وحدة، ولاية بوش. هو ما مع الخبر، بس مع الوقت بده ينتصر لحق. رالف نادر ونادر خليلي، عبد العزيز سعيد، أنطوان أبو ناظر، ما بيجوا لهم، ما حدا بيعرف يسألهم. أنا والصحفيين ما بلتقى أبدا واحد بالمليون منيح، ما بيعرف يسأل، ما عنده العلم تيسأل، بيتسأل ايه؟
يعمل حاله أنه عملنا ضرب مريم نور، قالوا عنك وقلتي عنون. هيدا الحديث. فإذن يا أغنياء أمة العرب، إذا بدكم نقدر نواكب العلم والقلب محطه أو بمحطاتنا بعد النيو تي في وحدة عم تحكوا بهالعلوم، بس كله كذب ونفاق 100%. عم بتدوروا حولها هيك، يعني ما فيكن تفوتوا، ما فيكن تخترقوا، عم تحترقوا إذا اخترقتوا. ما معناته ما في علماء؟ في علماء، علماء الدين بالإسلام وبالمسيحية موجودين بلبنان وبكل العالم العربي. وقت اللي طلع معي الشيخ سيد نجيب، سيد حسين نجيب محمد، بوعدكم انه ان شاء الله يكون معنا برمضان كل يوم، يكون عنده برنامج اهلا وسهلا فيه، ورح يطلع معنا قريبا، انطروا كل نهار سبت تقريبا. ما بقدر لكم قديش اجاني تليفونات وايميلات، وهو كمان انبسط وفرح كثير. في كثير رجال دين بلبنان بيعرفوا يحكوا بالتوحيد، بس اذا طلعوا منسبوا. طلع جودة سعيد على الجزيرة، لك شو عملنا فيه على التليفونات؟ انت كافر وانت. أول مرة طلعت على الجزيرة سبوني، تاني يوم بالجرايد ما بتذكر كم جريدة، مش هتطلعت ورجعوا سبوني، وعطيت برنامج 40 يوم، وطلبوني محطات كتير ولليوم. بس ما تنطروا الإنسان تينشهر، لا، ضل ببيتك. هاي التلفزيون في حرية، كل واحد بيعتبر إنه عنده حقيقة يقولها وما في عنده حرية يشرف له. الشاشات مش بس للسيليكونات، عيب، هودي بناتنا وامنا واختنا، وانت اللي عم بتساهم فيها. كل المحطات اللي عم بتساهم بالفساد هي اللي عم بتحط بناتنا وشبابنا. تعرفت ببيت الحق على شاب اسمه كنان الحكيم، بيو قدم لي قصر حلو كتير بسوريا. قلت له ما بدي قصر، مقصرين بناتنا ومقصر الدول ومقصرين كله. عندك حدا من أولاد؟ قال لي عندي ابني بحبك وبتطلع عليك وبيفكر هيك. عرفني على ابنه. تعرفت على كنان. كنان دارس، عنده علوم وهندسة وديكور، حب الطبيعة، حب الأرض. وقعد صار يدرس ميكروبيوتيك وشوف البرنامج ويقرأ على ذاته. عامل هلا، ما رح نقول شو هي، بده ياخد فيها إذن، بس بفتكر رح تكون أفضل زيت بالعالم. عامل خلطة، درس الناين ستار كي ودرس كتب كتيرة وركب خلطة زيت. كل الأمراض الجلدية مسحة وحدة، بتمسحها وبتشيلها. هلأ بيقولوا لا إلا شو فيها؟ أبدا. قلنا له ما بتقول، إذا اضطر الأمر بتروح على باب بيته بتقعد عند بشار الأسد، تقول له هاي تقدم إلك يا خيي. جبت أنا منها وجربت على واحد عنده بسورياسيس، حطيتها هيك راحوا بإيدي، طلعوا بإيدي وما في نزوم. هي معمولة على علم ناين ستار كي، على الخمس حدود، بخمس الصلوات، بصلاة الفجر ركب هالنوع من الزيت، بصلاة الظهر، بصلاة العصر، المغرب، عشاء، هالخمس حدود، خمس أسرار، عطوه فيها إذن وما يقول شو هي. في كتير شبابنا وبناتنا شاطرين. هالرسوم اللي بتشوفون بيت الحق رح يكون فيه الولاد يلي مشوهين جسديا كتير، رح يحملهم علاء وبهاء، بيصيروا يرسموا من الرسم. بتشوفوا اللي عم بيرسم رمادي، اللي عم بيرسم ملون، وين صارت نفسه؟ كيف عم تترك؟ هالعلم موجود هون. كيف النفس قبل ما ننام شو بنعمل؟ وبس نقوم ننام ومنقوم ننام ومنقوم. هالكتاب مش للبيع ولا للترجمة، بينحط على بيت الحق. افتحوا بيتالحق.com. بوي لاف سوريا رح تصير هي بيت الحق. بهالعلم بيقول دايما الشخص كلنا عم نموت كل لحظة، دعاء السفر بكل لحظة، الموت بكل دقيقة، بس في كتب ما فينا نترجمها احتراما للكلام وللغة، واحترام للكاتب لأنه هو حكيهم. ميتشو وغيرهم عندهم خوف كتير من الترجمة للغة العربية، عندهم خوف منا نحن العرب، ومعهم كل الحق. من ترجم ومن شوي، ترجمة رجمة. كتاب الخفايا وكتاب الثورة، إلي كل الشرف والفخر منكم كلكم هالكتب،
موجودين ببيت الأبيض بالعربي، أكيد حطيت معهم إنجليزي شو بيعنوا، بس فيشوفوا إنه العرب مش جرب، العرب مش شعب كذب، العرب شعب علوم وشعب معروف، حق لا إله إلا الله، احترم كل الديانات. أنا ما بنسى عبد الله خوج وقت اللي قلت له بدي أروح على السعودية بدي زور مكة والمدينة، قال لي لازم تقولي شهادة إنك مسلمة، قلت له أنا مسلمة بقلبي، قال لي بدك باسبور يعني على العيلة هيدا، كتير احترم، خبرني لا إله إلا الله قبل محمد، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، بعدين سيدنا محمد، ما قال لي لغير اسمي، احترام. قال لي بس تقدر تروحي تزوري بس هي الكعبة ومكة والمدينة وجبل عرفة كله فيك، هذا سعودي. خلينا نشوف الحسنات بكل بلد عربي ونحطهم بموقع بيت الحق، لبنان، بيت الحق، سوريا، بيت الحق، الأردن، السعودية، لأنه وقت حطينا ويلا بسوريا صار يجينا تليفونات أنتوا قومي سوري، لبنان يعني أنتوا بأي تيار. فإذا بيت الحق، الموت حق ولجسدك عليك حق، نحكي جسد وفكر وأبعاد، ما نسترجي نقول روح لأن بنبلش نشارع، مشان هيك ما بقلنا مقام بين مسح القدم وغسل القدم، ما بقلنا قدم بين الأمم. ولكن بسوريا تلفت النظر، ما في طائفية، ما حدا بقول مسلم مسيحي، خبرتكم سميحة ابنه اسمه مهران وديران ووحدة اسمها زينب واختها اسمها صرفوهي، وكل اللي عندهم تنور على الطريق وعدونا انه بدهم يجيبوا قمح. خي بشار الاسد، سوريا ما فيها قمح، فيها طحين، مديونين عم نعطي قمحنا لبرا، بلشوا المزارعين يزرعوا، كل واحد بيزرع قمح طبيعي بدون رش ابدا، قدروا وخلي الفران تحط، بس تجوا على سوق الطيب كلوا من عند ام علي، شوفوا الفرق، بس تاكلوا من عند ام علي رغيف، بس تجوا على بيت السلام دوقوا هالخبز، القمح من عند ام علي من الجنوب، هني بيزرعوا شركاء الارض، بس ما فين يقدوا ما فين يبيعوا للناس ببيت السلام وعندهم. شجعوا المزارعين أينما كنتوا بأي بلد، بدنا قمح بسوريا، سوريا بتقدر تطعمي كل الشرق، ميدل إيست، كل شرق الأوسط يعني أمة العرب، مثل ما ليبيا بتقدر تعطي طحالب للعالم، كل بلد فيها ثروة، هيدي الثورة، نفوت على الثروة الداخلية، نتعرف مين نحن. قالوا لي نحن بحزيران بسوريا، هيدا التفاح بيطلع بحزيران، بس بحزيران، قالوا لي ما بيطلع، كل شهر وفي تفاحة بمنطقة كسب. قلت له أنتوا هون؟ قالوا لي نحن هون كلنا أرمن. قلت أنا أرمن يعني طائفة مسيحية وهيك. قالوا لي لا، الرئيس حافظ الأسد حتى وصية إذا في أرمني بكسب وبسمرة هن اللي بيحكموا. قدر هالعلم اللي عمره 1500 سنة إلون هوني، لو بتشوفوا بيعلموا أولادهم كيف يلموا نفايات عن الأرض من بعد ما يجوا الضيوف، كل يوم بيبعتوا الأولاد بيلموا البلاستيك، ما في زبالة بالأرض، ما بيحرقوها، في مطرح واحد بيطموا بيحطوا كلس. بتشوفوا الشعب الأرمني ما في شحاد ما في فقير، كلنا منتعلم مهنة، عندهم علم صوت، علم التراتيل، فإذن بكل شعب في علم وفي حب، علم الأبدان وعلم الأديان. هالخوخ قلت له نحن عنا منه بلبنان هيدا، لا ما بدي أخذ، بيأخذ منه. قالوا لي خدي ودوقي، دوقت الجيران، قالوا لي منين، كلهم سألوني منين، لا ما سألوا غير شيء. قلت له طيب هيدا خوخ ما؟ قالوا لا غير طعمه، من السمرة. بدنا اثنين تغيير بسوريا وبلبنان، بدنا تغيير بالبيئة، بدنا تغيير بالأسماء، مين المسؤول؟ كل واحد ببلده.
غيروا الأسماء، حطوها أسماء عربية لبنانية سورية، اسم بسيط الضيعة. في واحد كان معنا بالجبل هيك حكي وقلت له منين أنت؟ قال لي من سوريا، بس لهجته كمان عربي خليجي وهيك. منين من سوريا؟ قال لي من دوما. قلت له أنا من دوما. لبنان في بلد ضيعة اسمها دوما، ودوما صار فيها مشكلة جريمة من كم مئة سنة، وهربوا وصلوا عبحلبك وحافظوا عليهم كل لبنان. من لبنان من دوما هربوا على الخنشارة، الخنشارة خبون، ومن الخنشارة راحوا على عبحلبك على الهرمل، وبالهرمل كمان لأنهم قتلوا واحد تركي. التركي كان بده بنت شافها على العين، عزموه على العشاء وهو وكل جماعته قتلوهم. طم ما يعطوا البنت للتركي وطموهم بالجورة، سموها جورة الموتى مدري شو، وهربوا. وصلوا على بلد بسوريا، قالوا لهم انتم منين؟ من دوما. سموا البلد دوما، بتلاقون لهجتهم. وفي عنا قرايب من بيت نخلي بدوما، بيت نخلي بدوما، من بيت فششون، بيت فششونيك، بيت الحداد، بيت الحداد، بيت المعلوف، بيت المعلوف. وصار لنا قرايب بكل بلد قعدوا فيها. هيك كانوا الانسان، هيدي الهجره من القلب للقلب، مش من الجيب للجيب. صار الجيب وحد الجيب، هيدا كل شغلنا اليوم. نطلب فإذا اليوم مثل ما شفنا بيت الحق، رح يكون في بيت حق بكل بلد. وما بدنا إذا حدا قدم بيت ما تقدم لي أوضة، قدم كل بيتك إلى الموت، إلى النموت. مريم نور بس إجت من أمريكا مع ملايين من الدولارات، بعتت سلف وإجت لقيت 90% انسرقوا، وكفيت المشروع والبيت خلص بمعاد بيت النور. ولما شفت اللي حد ما فيه النور فيه الجيبة، قدمت البيت اللي طلع لي من كل هالثروة اللي صرفتها، قدمته إلى فرح العطاء ملحم خلف وبرم الظهري. قول يا ريت فيني ساعده لملحم قد ما بقدر، وما بطلب أي طلب، بيكفي إنه استلم هالطلب. فإذا اللي بده يعطي يعطي من مال الله إلى الله. ما تقلي عندي بيت بعطيك أوضة تنعيش نحن وياك، اللي ما قاله بيت وحده ما قاله رب لحاله. بدك تعطي، يكون عطاءك مثل عطاء الخلفاء. هون خليفة الله، أنا مني سيدنا الإمام علي، ولكن بتذكره كل الوقت. آخر إيد ندت لقلو شيل الخاتم وحطه، أهلا بقاتلي. مين منا الإمام علي؟ بس هل قليل نكون، ما نسأله كم شعرة في بدأنا، نكون شعرة من شعراته، دعسة من دعساته، مش على دعسات السياسة. ولا سياسي ولا رئاسي، لكن وصلتنا صار راسنا تحت، ماشيين بالمقلوب ومحجوب. وين المحبوب؟ بالقلب. فإذا بده يقدم حياته يكون صادق، وإلا رح نضل بالكذبة. بيت السلام كل يوم الصبح لنا اجتماع تنحقق من الخضرة من الخبز، ونجيب الناس إنه شكينا فيك، نحطيت هالرشد شيلة. إذا عن فهم عملتها وعن غش مع السلام، بس إذا غلط جل من لا يخطئ. نكون أكيدين، لأنه هيدي مسؤولية بتلحقنا بعد الموت، هيدي السببية. درسوا عن علم السببية، يلحقنا أعمالنا بتلحقنا بعد الموت، ما حدا بيخلصنا انتبهوا إلا الأعمال. فإذا حسني جاري من قبل ما موت، اليوم ما بقى في ولد صالح وراك، نوح ولا كيف ولد طلع، ما بقى في يوسف. كل واحد منا هو نفسي ثم نفسي ثم نفسي. ما صدقت رح يكون في هالخطوة، مش كتير على سوريا وعلى لبنان وكل الأمة العربية، بكل بلد يكون في بيت الحق، بس بدي يطلع منها الحق. ما في كلام بالمؤتمر اللي رح يكون باللادقية الدورة، ما في شيء طبخ جسديا، بل شو صوموا من اليوم، ناموا بلا عشاء، أكلكم بلا مواد حيوانية، كلوا قليل قد ما فينا، نمضغ كتير، لأنه المواضيع رح تكون بجرأة بلاد الشام. إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن. أول شيء بيقولوا لي نحن كونيين ما تخافي، وبس شوف واحد لابس نجوم قل له دخيلك، ما بحب هالنجوم، بيحترم
إن شاء الله بيكون كل واحد هونيك حزب البعث أو أي حزب بقلبه. بحب هالكلمة كتير، البعث هي القيامة، وهلأ القيامة بكل لحظة. وقت اللي قالوا عن مؤتمر ليش ستنا فاطمة لو سرقت لقطعت يدها، بتحدى إذا في حدا بيقدر يوقف بهيك مؤتمرات من علماء المسلمين. وينكن إذا كنتوا بتعرفوا ساكتين، الساكت عن الخير شو الشر ولا الخير شيطان أخرس. كل واحد عندك علم لازم تشارك فيه، لو ما شاركونا الأنبياء والخلفاء والعلماء والحكماء والموصل إلى هالعلم. ميت شكوشي انعزل، الدولة ما عم بتحكي تخطركم يحكي مثل ما بده، وقال من بعد 60 سنة وأنا معكم وعم بحكيكم في إشياء كتير ما قدرتوا تفهموها اليوم تفهموها بكرة، بس ترك كتب حوالي 300 كتاب. وشو ترك؟ 72,000 كتاب. شو هالظاهرة اللي عم بيترك كتب وما مات؟ الأولياء ما بتموت، أحياء عند ربهم يرزقون ونوي ربه. بيعطيك مفتاح واحد اسمه التأمل، بس تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام، حدا قال أجمل منك؟ بس نحن ما بعنا تأمل لسبب خاف. بس جيب كتب معي بقلكم، هودي كتب منهم أبدا لا للبيع ولا للنشر، بس بتشوفون ببيت السلام كتاب بينقرأ من العنوان Medicine Man، شو عمل ألبرت شوايتزر بجورج أوشاوا وقت اللي كان بأفريقيا، قال له يا بقتلك يا بتروح. هون الكتب Forgotten Words، في عوالم منسية، والعالم اللي منسي لحوه بقلبك. Oriental Diagnosis، هيدي صورة الموناليزا، كل واحد منا موناليزا، بس هلأ ما في موناليزا، في بتهز ليزا. يين يانغ، ومن كل شيء ذكر وأنثى، سر الأسرار قريبا بينزل، سر الأسرار. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عيسى، موسى، أنت، كل إنسان حامل رسالة، 7 كلمات، 7 أسرار، الفاتحة 7، لك كتاب صغير. شو هني 7 principles تبع الجسد؟ إذا الكون في 7، الجسد وفي كنطوى العالم الأكبر، the pulse of life. بنحنا شعب الشعير، مشان هيك بنطلب من حوران ترجع الطعمة كل إنسان. أنا بتذكر وقت اللي كان يجوا بالحرب بالأربعينات على دوما، ما بعرف ليش كانوا يجوا أتراك، مدري مين يجي يفتش إذا في قمح بالبيوت، كل هالولاد تمرض، ينايمون على كيس قمح وكله سخني. شو بهالولاد؟ والله مرضى. بالآخر ينتبهوا عمك كل هالضيعة الولاد مريضة، يكونوا وصلوا على آخر الضيعة، ينايمون على كيس قمح، كل بيت كان في كيس قمح كيس شعير هيك شيء فيقدروا يأكلوا. فإذا الكتاب بيقول The Pulse of Life، نبط الحياة، النبط، ما بقى في حياة، ما بقى في قمح، ما بقى في شعير. نزع القشور خطوة إلى القبور، بدنا نرجع نزرع شعير وقمح بدون رش وبدون غش. هيدا الكتاب يلي بس تجوا عبيت السلام، ما تنسوا في دورة 4 شهر، هول الكتب بين إيديكم بيكونوا بس للي بيدرسوا، وبتدرسون وبتشوفون كيف قبل ما ننام نصف الموت، بتفوت بالموت قبل ما ننام، وبس تصحى الصبح بتفوت بالصحوة. فإذا الموت هو بالنوم نصف الموت، والصحوة الصبح قبل ما تفتح عيونك، شو هني الأسرار اللي بتقولون قبل ما تنام ومن بعد ما تقوم أيها القوام.